معنا عبر الهاتف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة. أهلا بك يا دكتور، نطمئن من حضرتك على 13 حالة الموجودين في معهد ناصر، تطوراتهم إيه؟ أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني خليني حضرتك أقول طيب. الحمد لله، يعني إحنا وصلنا يعني إنجاز كبير في الحالات المتبقية الموجودة في معهد ناصر من إخواتنا في اللي اتصابوا في هذا الحادث. ال 13 حالة المتبقيين في مستشفى معهد ناصر الحمد لله حالتهم اتحسنت كتير. يمكن كل الحالات اللي كانت في الرعاية المركزة سواء أطفال أو يعني كبار السن كلهم الحمد لله خرجوا بسلام، وهم دلوقتي موجودين في القسم الداخلي في المستشفى. يعني خلينا نقول ان وجودهم يمكن كل هذه الفتره يعني زياده في الاطمئنان عليهم، لكن بيمر عليهم يوميا السيد الدكتور هاني مصطفى مدير المعهد والسيد وزير الحياه في متابعه مستمره يمكن ثلاث او اربع مرات في اليوم للاطمئنان عليهم. النهارده كان في وفد في المستشفى من الممثلي الكنائس الرسوليه الشرقيه باستراليا ونيوزيلندا للاطمئنان عليهم، مروا عليهم الحقيقه ويعني توجهوا بالشكر لدور الحكومه الممثله في وزاره الصحه او الخدمه الطبيه اللي بتقدم لهؤلاء في مستشفى معهد ناصر، واشادوا بيها الحمد لله. وكمان يعني الوفد الزائر سمح لهم باداء صلاه القداس في الجناح الرؤيه الخاص بالمستشفى تعبيرا يعني عن روح المحبه بين جميع العاملين في المعهد والمرضى المحتجزين في المستشفيات، وده كان له دور كبير في رفع الروح المعنويه لديهم. وده كان بالحقيقه الممثلي الكنائس اللي كانوا موجودين اليوم في ضيافتنا. خليني اقول لحضرتك ان شاء الله حالتهم مستقره، ان شاء الله بيتوقع خروجهم خلال الايام القليله القادمه، ونتمنى لهم الشفاء العاجل جميعا باذن الله. بشكرك شكر جزيل الدكتور خالد بجاهد المتحدث باسم وزاره الصحه.